في منطقة سويدانية بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، يخرج رضا قطيع الكباش بحثا عن مرعى يقلل نفقات الأعلاف التي ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 40%. هذه الوضعية انعكست على أسعار الكباش قبل أيام من عيد الأضحى. العلف غالي، ما لقيناش روحتينا، لازم تزيد. دوك انت تشري دوك قنطار شعري يا رحم بابك بالسومه يا خويا، شحال راح شحال راح ياكل لك دوك الكبش هذا؟ قول لي بك شحال راح ياكل لك؟ ياكل لك يا ربي واحد اربع قناطر هكذا في الشهر. ها شحال راح تشري القنطار؟ قنطار يدير دوك 1500 1700. ويتراوح سعر الكباش متوسطة الحجم ما بين 50,000 دينار جزائري إلى 70,000 دينار، أي حوالي 500 دولار أمريكي، فيما يتجاوز سعر الكباش كبيرة الحجم 100,000 دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 700 دولار. ورغم تخصيص وزارتي الفلاحة والتجارة أكثر من 700 نقطة لبيع أضاحي العيد عبر 58 ولاية، بقيت الأسعار مرتفعة. يقلب سمير الكباش المعروضة للبيع بحثا عن الكبش الجيد بالسعر المناسب. واش دار خويا السلعاري؟ 78 خويا. الله يبارك خويا. ايش عندك ما كاش مشكل. اخويا العام هذا راه غالي يا خويا، راه غالي بزاف العام هذا يا اخواني. جيت نشري في كبش، كبش قال لي 7 ملايين ونص 8 ملايين. بارابول العام اللي فات يا خو بزاف، الله غير بزاف يا اخي. او العام هذا غالي بزاف يا اخي. ويرى مربو الاغنام والكباش في الجزائر ان الدعم السنوي المقدم من قبل الدولة لم يعد كافياً لمواجهة غلاء الأعلاف. الدولة مدعمتنا بس مدعمتنا بحاجة قليلة، يعطي قيس 50 راس خونا. احنا نخدموا حتى 200-300 راس، ونخالبك العام اللي فات 220 سنة وصلت 480، العلف راه وصل حتى 900-880. وأكدت الفيدرالية الجزائرية لمربي المواشي أن أسعار الأضاحي هذا العام ارتفعت بنسبة 30% بفعل ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل وكراء الأراضي مع ارتفاع تكاليف العاملين في هذا المجال. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.